تقول أيضا بأن عندها إخوة إذا نصحتهم في شيء من أمور الدين كالصلاة وغيرها استهزأوا بالدين، هل تستمر في نصحهم ولو استهزأوا بالدين ولا يلحقها إثم، أم تترك نصحهم لئلا يستهزئوا بالدين؟ الواجب عليها أن تنصحهم وأن تنكر عليهم، هذا واجبها. وأما كونهم يستهزئون بالدين فهذا إثمه عليهم، والاستهزاء بالدين ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. من استهزأ بالدين فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى: قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن الذي يستهزئ بالدين أو بشيء من الدين حتى لو استهزأ بشيء من السنن والمستحبات وسخر منه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل ومرتدا عن دين الإسلام. نعم، بارك الله فيكم.